الآن واضح من أنها متوترة وأن القوات المولى لصالح تقوم بقصف الفرقة الأولى المدرع منذ نحو ساعتين. هناك من تحدث معي من ضباط الفرقة الأولى المدرع وقال بأن هناك ما لا يقل عن 100 قذيفة وصاروخ سقطت على الفرقة الأولى المدرع، فقتلت نحو 11 شخصا وأصابت نحو 120 شخصا آخرين. وحتى قبل وقت قليل كنا نسمع هذه الصواريخ وهذه القذائف، وهناك كما يبدو التزام من قبل الفرقة الأولى المدرعة المؤيدة للثورة ألا تقوم بأي رد حتى هذه اللحظة. هناك بعض القذائف أيضا سقطت على الساحة، سقط في أحد منافذ الساحة، سقطت ربما قذيفة أو ما أشبه ذلك، سقط جرحى في هذه القذيفة. طبعا قبل قليل صدر بيان للفرقة الأولى المدرعة يتحدث عن عودة الرئيس صالح، ويقول يخاطب أبناء الشعب كما يقول أنه منذ عودته قتل نحو 33 قتيل في أماكن متعددة، سواء في الساحة أو في الفرقة الأولى المدرعة أو في جهة الحصبة وحي عمران حيث بيت الأحمر. ويبدو أن هذه الحصيلة 33 شخصا كانت حتى الفجر، اليوم إذا ينضاف إليها 12 شخصا على الأقل، إذا ستكون الحصيلة نحو يعني 43 شخصا أو 44 شخصا قتلوا خلال فقط ليلة أمس وصباح هذا اليوم، وهو ما ينذر بأن الوضع يعني يراد له تفجير عسكريا خاصة من قبل قوات الموالي صالح كما يقول بعض المراقبين في اليمن. طبعا ساحة التغيير بصنعاء الآن تشهد أيضا مسيرات، قبل قليل كانت هناك مسيرة رغم القصف العنيف والمدافع، مضت هذه المسيرة باتجاه شارع هائل واتجاه شوارع المجاورة لهذا لمنطقة ساحة رغم التغيير قصف بصنعاء. ساحة التغيير تم الاعتداء على نفسها، المسيرة لكن رغم قصف ساحة التغيير نفسها من الجهة الجنوبية كما ذكرت قبل قليل في نشرة سابقة أحمد. نعم، رغم قصف ساحة التغيير بصنعاء إلا أن هناك كانت مسيرة خرجت، وهي مسيرة حاشدة، مسيرة خرجت من الساحة ومسيرة جاءت إلى الساحة من أماكن في العاصمة اليمنية صنعاء، وكانت هذه المسيرة رغم أنها تمضي في الشوارع إلا أن تحت القصف الصواريخ العنيف جدا والقذائف. هناك كما قلت لك ما لا يقل عن 100 قذيفة وصاروخ سقطت على الفرقة الأولى مدرعة، وبالمناسبة الفرقة الأولى مدرعة هي بجانب ليست بعيدة أبدا عن ساحة التغيير بصنعاء، فالقذائف تمر من فوق ساحة التغيير بصنعاء لتصل، والصواريخ أيضا لتصل إلى الفرقة الأولى مدرع. كما قلت لك المسيرة اعتدي عليها من قبل الأمن والقناصة الموالون لصالح، وحتى هذه اللحظة لم نبلغ إذا ما كان هناك جرحى أو إصابات في هذه اللحظة. الآن في صنعاء لا نسمع نحن سوى دوي المدافع والصواريخ وأيضا القناصة المتوزعون في مناطق متعددة من العاصمة اليمنية صنعاء، في شارع هائل، في الزبيري، في الرباط، في الزراعة، في القاع. وهناك بالأمس كان هناك محاولة من قبل قوات الفرقة الأولى المدرعة الموالية للثورة من تمشيط القناصة المتواجدين على مداخل ساحة التغيير بصنعاء والمتواجدين أيضا على أسطح المباني في المجاورة لساحة التغيير بصنعاء، لكن يعني استطاعوا القبض على بعض هؤلاء القناصة ولا زالوا يمشطون حتى هذه اللحظة، إلا أن القوات المولي صالح يبدو أنها لا تريد الاشتباك المباشر، يبدو أنها تتخذ الآن من القصف بالصواريخ والمدافع الشكل الأمثل والأسلم لتفجير الموقف عسكريا. لذلك كثير من المراقبين يعتقدون بأن عودة صالح ربما كانت كما يقولون هم طبعا وبالا على العاصمة اليمنية صنعاء التي شهدت كل هذا القصف في أماكن متعددة، ليس فقط في ساحة التغيير ولا في الفرقة الأولى مدرع ولا في شارع الخمسين وهو شارع حدة. طيب أحمد، يعني عفوا، بالعودة إلى البيان الذي تحدثت عنه في البداية، يعني عن أي جهة تحديدا هو صادر وكيف يفسر سقوط هؤلاء القتلى، يعني إذا كان يتبنى وجهة نظر النظام؟ لا، هو لا يتبنى وجهة نظر النظام، هو يتبنى هذا بيان الفرقة الأولى المدرعة الجيش المؤيد للثورة، الفرقة التي رأسها اللواء علي محسن صالح. هو يقول بأن الرئيس، عودة الرئيس اليمني يعني هي ما فجرت هذا الوضع، وهو يتهم الرئيس اليمني شخصيا بأنه يعني يقوم بتفجير الوضع عسكريا وأنه لا يريد أن يسلم السلطة وأنه لم يتعلم كما يقول من ما حدث خلال الفترات الماضية وأنه لا يريد لليمن الاستقرار
الأمن، ولذلك فكانت عودته كما يقول هذا البيان يعني حصيلتها حتى فجر هذا اليوم 33 قتيلا على الأقل جراء القصف العنيف بالصواريخ والقذائف المدفعية. أنا يعني طبعا أريد أن أقول بأن العاصمة يعني لم تشهد على الإطلاق مثل هذا القصف، لأنه قصف متوالي منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، من فجر هذا اليوم وحتى من ساعات المساء، لم تتوقف أبدا في كل المناطق التي ذكرتها لك. إذا كان بيان للفرقة الأولى مدرعة. إذا شكرا جزيلا لك أحمد شلفي مراسل الجزيرة في صنعاء. وفي تعز قامت قوات موالية للرئيس اليمني بقصف ساحة الحرية بالدبابات. معنا من تعز مراسلنا حمدي البكاري. حمدي، كيف هي الأجواء لديك؟ نعم، منذ قليل بدأت القوات الموالية للرئيس صالح بقصف ساحة الحرية في المدينة بالدبابات وكذلك الأحياء السكنية المجاورة. سمعنا أصوات انفجارات شديدة وسط المدينة لعلها ربما تكون ناجمة عن هذا القصف الذي يعتمد على الدبابات. هناك أيضا في شمال المدينة اشتباكات متقطعة بين القوات الموالية للرئيس صالح ومسلحين من أنصار الثورة. القوات الموالية للرئيس صالح أيضا اليوم أنشأت معسكرا جديدا في جبل ربما الجبل استراتيجي في المدينة، سيطرت على هذا الجبل بعد أن كان هذا الجبل بيد المسلحين من أنصار الثورة وسلموه للشرطة العسكرية منذ أشهر في إطار مساعي محلية للوساطة وإزالة بؤر التوتر بين الجانبين في وقت سابق. اليوم عادت السلطات وسيطرت على هذا الجبل الاستراتيجي واسمه هذا الجبل الجبل الجرة ويطل على المدينة، وهناك نشر في هذا الجبل لدبابات ومصفحات وآليات عسكرية كبيرة. في نفس الوقت الأوضاع هنا في تعز لا تزال متوترة. شباب الثورة في مظاهرة خرجوا اليوم للتنديد بما يجري من أعمال عنف في صنعاء وتعز من قبل القوات الموالية للرئيس صالح، وكذلك يطالبون بمحاكمة الرئيس صالح لا سيما بعد عودته من السعودية. القصف أيضا متقطع الآن وما زال لازلنا نسمع بين الحين والآخر أصوات طلقات النار، ومن المتوقع أن تتصاعد هذه الأعمال خلال القادمة لا سيما وأن هذه المدينة هي الأكبر من حيث عدد السكان والأكثر. نعم، وهل لديك أي معلومات حمدي بخصوص إصابات نتيجة هذا الهجوم على ساحة الحرية؟ حتى هذه اللحظة نسمع بين الحين والآخر طلقات النار، لم تتوفر بعد معلومات حول إصابات أو عددها، لكن من المتوقع ونتيجة لأن هذا القصف العنيف نسمع انفجارات شديدة للغاية في المدينة، من المتوقع أن يكون هناك أضرار وهناك بطبيعة الحال جرحى جراء هذا القصف، لكن حتى الآن لم يعلن مصدر قتلي لا في المستشفى الميداني ولا في غيره عن عدد عن الإصابات أو العدد القائم حتى الآن لهذه الإصابات. شكرا لك حمدي البكاري مراسل الجزيرة في تعز.